شخصية مريحة ظريفة مثيرة للجدل اللي جيب حذينا في حوار خاص بحب كبير حسام بن عثمان. حضرت لي كاس بالماء. عليه يا اخي عاملين رحله طويله مشيت من الكواليس لهنا. بارك الله في سيادتك، انا ديما عطشان اشعر بالعطش دائما وابدا. ان شاء الله تكون عملت التحاليل اللازمه الطبيه. يعني مش ديما انا اتفادى الاطباء الحقيقه، لانه شعور مرضي والطبيب شر لا بد. يا ولدي مرضي مش مرضي، ايش دخلك فيا بالله بجاه ربي؟ يا تو حب تعمل لي يعني فحوصات انت؟ جيتك يا بابا، انت جيت قلت لي اشعر دائما بالعطش الشديد. وهذا صحيح، فانا اللي يعرف اي انسان يشعر دائما بالعطش الشديد ننصحه بزياره الاطباء. لا انا وكان تنصحني بحاجه اخرى خير. في اماكن اخرى فيها يعني ما يداويني من الشرب. ما يسالش ما هو حاضر. مستمتع بخدمتك في التلفزة ولا ليه؟ نعم. عطش وقلة سمع برشا عليا. لا عادي العطش ايش دخلك فيها؟ ما قلة سمع تكون حسن سمعي، تفضل عود لي. مستمتع بخدمتك في التلفزة؟ والحمد لله. منين تجيه المتعة هذه؟ والله يا أخي ما شوف، أنا خذت برشا تجارب يا أخي، وفيها المرير وفيها الأشد مرارة. يعني وخاصة خلال هذه الثورة وقبلها، أنا نخدم في التلفزة من 96 يا هادي، من قناة هذيك 21 مع أخونا الصادق بوعبانة، نسلم عليه ونحييه تحيات متتاليات. يعني صادق كان رجل عظيم ورجل خارق العادة، ويعني معناها في الحقيقة هو تعلمت شوية شوية نتعلم في التلفزة. التلفزة هذه الواحد لا يكوف فيها عن التعلم. هي ما قلت لي مرير واكثر مرارة، يعني الحقيقة كنت بتصور باش تقول لي ممتعة واقل متعة. لا لا الحقيقة انا مريت تجارب، ماني انا يعني تجاربي فيها كثير من المغامرة، ماهيش تجارب يعني معناها ستابل واللي يعني نمطية، لا تجارب يعني فيها مغامرة وفيها تجريب وفيها اشياء وفيها معناها فيها ما يعرضني احيانا للتعب، فهمتني؟ هذه المحطة الأخيرة أنا أتمنى على الله إن شاء الله مع أخونا أمين قارة في جي دي تو والمجموعة الطيبة اللي معاه، هم قالوا وبيا وحنان كذا، وشكون آخر ننساش؟ شو حنان كذا؟ حنان مش شكراني، حنان غير الشكراني، حنان العش، حنان العش تلك الغنجاء الجميلة، عرفتها ولا؟ أنا نسألك أنت تعرفها ولا لا، على خاطر أنا ما نغلطش في أسامي الناس. يا ودي مش قضية، أنا كي نحفظ، أنا دوبا ندخل دائما في كل حلقة في الحصة نفسها، كل مرة نحط ورقة قدامي ونكتب أسماء اللي موجودين معايا في الحصة وهم نفسه. لا أنسى يا أخي، عندي يعني. دونك هذا هو المرض الثالث بعد مرض نروح مال عاد، كثرة العطش، قلة السمع، النسيان. إيه يا أخي نحس بمتعة الشيخوخة، ويعني معناها متعة الشيخوخة وفقدانها لبعض الأشياء اللي نحب ننساها أنا. الأسماء مش مشكلة. مسموح لي نسألك على سنك ولا ليه؟ والله حنا نعود لك نفس اللي قلته لك المرة الأخرى، المرة الأخرى قلت لك إيش عمرك؟ قلت لك 63 عام، المرة هذه حبسنا لي عمري حنقول لك 63 عام، شنو رأيك؟ تو عنا عمل تالي. سألت على عمري. قلت لك راهو 63 عام. هذا مرض الرابع، مرض الكذب. لا مش كذب، هاو نطلع لك بطاقة تاريخ ثبت عمري هكذا يتجمد. ها يا سيدي شوف بن عثمان، علاش لاصقة في بعضها بن عثمان؟ والله هذه الإدارة التونسية ما نعرفش، كل مرة كيفاش طلعوا لنا حاجة جديدة. ما هو فما جت وقت يعني في عهد، جاء وقت في عهد بن علي قال لك نقلدوا المغرب، بن هذه تلصق في اللقب، لصقونا البن في اللقب. وأترسيني أنا مشكلة ساعات في لأنه البطاقة التعريف يعني في فرق بين البطاقة التعريف والباسبور، وبالسوري ومشكلة بالعربي. يعني كل مرة يجيو فلاسفة يعكرون حياتنا بتخريجات من هذا القبيل. ريتها عام 59. أيوة ولا ما يظهرش عليك. شنو برشا ولا شوي؟ ما نعرفش. تخدم في التلفزة باهي يا أخوي، خذ راحتك يا دود.
ايها الهدهد الخطير. تفضل. ايه تشبيك حبيت قلت وزولي تكشخ لي. يلا عاد دز. شوف شن دز. يلا قول خلينا نكملوا الكلمتين ونروحوا. جاي مكره ها؟ ها؟ جاي مكره؟ يا اخويا انا ايش قلت لك هادي؟ انت كي استدعيتني، انت حبيبي وعندك نفوذ علي. قلت لك العفو. قلت لك هدود راني ما عنديش ما نقول يا اخي، قلت لي انت انت وانت عارف. يعني انا ساسال وانت تجيب، وانا نعرف يعني ما انا هذا السين جيم دائما اتفاداه، لانه الحضور التلفزي ذا والكلام، انا الكلام بالنسبه لي مخطر برشا ونخاف منه. وقبل ما نبدا نتكلم والله يا هادي يعني يظلي متوتر توترا شديد وعلى اعصابي. لماذا؟ لانه الكلام مسؤوليه خطيره جدا، خطيره جدا ان تتكلم الاخرين وتخاطبهم وربما تؤثر فيهم او يؤثروا فيك، مساله مش سهله عندي. هي ما اليوم مين ما كان صار يتكلم في التلفزه؟ يا خويا يتكلموا يا خويا، فما ناس ما عندهمش مسؤوليه، يتكلموا يا اخي، ايش فيش باش نعملوا؟ البعض كذلك يصنفك راهو انت من الناس اللي ما عندهمش مسؤوليه، حسان بن عثمان لا يعتد به. ما سالش يا خويا، انا ما نحبش شكون يعتد بي. على كل حال انا بصراحه حين لا يعتد بي اتخفف من من الوزر ومن الاحمال والاثقال ومن المسؤوليه. يا ريت ما يعتدوش بي، يا ريت ما ياخذوش بكلامي، ما نحبش شكون ياخذ بكلامي. انا بدل خدمتك عاد ما عادش تبيع الكلام في التلفزيون. علاه يا اخي التلفزيون شكون قال لك نبيع في الكلام؟ انا في البرنامج الجديد نعمل في برنامج ترفيهي مجعول لتخفيف على الناس، للمشاهده الخفيف. ماهوش ما فيش ادعاء. لعنة الله على المال الذي جعل حسان بن عثمان يخدم خدم باكراه. شو لعنة الله على المال يا اخي؟ مسكين المال ايش دخله في الموضوع هذا؟ ما عندوش دخل المال. انا يلزم ما حاجتك الى المال. خليتك تقبل هذه العروض؟ يعني حاجتي كما حاجة الناس كل، ما عنديش حاجات خصوصية للمال. ولو نحن نحبوا المال راه، أما المشكلة في المال ما يحبناش. المشكلة نحن نحبوا الفلوس والفلوس ما تحبناش، هذيك المشكلة. لكن أنت تعمل في كل شيء أنك الفلوس تحبك. والله لا بالضبط يا ودي، نرفض برشا خدم بنا، برشا خدم مرة ورفضتها وخرجت من برشا يعني مجلات والجرائد ومنابر تلفزية وإذاعية زاد. كيما يخلصوكش تخرج؟ لا لا والله لا والله لا والله، ساعات يخلصوني ما نفلوا رجلو كذا كذا، كي نشم الأمور ماهيش مريقلة ما عادش نجم نبقى نتخنق. انتهى الموضوع. حتى عندما تسمع صوت الموسيقى نتاع الفلوس ولا ليه؟ والله مش الساعة انا ناخذ معناها الموسيقى ما عندهاش موسيقى، مش ناخذ فيهم انا القش يعني بياساتنا ما عندهم صوت. الفلوس اللي ناخذهم انا مكتوم صوتهم والحمد لله. فر ويمشوا فر يا لطيف. هو فرك هو، فهمتني؟ لو ما تخلصش تنسحب. شو ما اخي نخدم هذيك خدمتي يا اخي، كل واحد شنو خدمته. انا راني اضافه انه يعني باقي مكره في الصحافه المكتوبه، اسمعني، انا راني في الصحافه المرئيه يعني، وانا عندي جسد ودماغ يعني اكيفه على حسب الادوار المطروح عليه، وانا غادي اقوم بدور تلفزي. هل انت ممثل حتى تقوم بادوار تلفزيه؟ يا اخي ما فماش واحد يحضر في التلفزه اذا كان ما يكونش عنده نصيب من 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 التمثيل. حتى يعني السياسيين ما دام ياخذ على شويه مكياج ونحطوا له ترايف مكياج ونمكيجوا له ونقلوا له ونكذا كذا ونحفوا له، هذا هو دخلنا في التمثيل. مش نوع التلفزه يعني يلزم نفهمها، راهي التلفزه راهي فرجه، هذا هو. وانا ربما من بابا كان يقول لي الله يرحمه ينعم والله لا يجعلنا فرج وكذا، هاني وليت فرج اش باش نعمل؟ بلا ماذا افعل؟ يعني كل واحد وحظه في مكتوبه في الدنيا هذه، ماذا افعل لك يا هدهود يا اخوي؟ حتى انت فرج وفرج به. اما الفرجه تفرق ها؟ شنو؟ معناها فرجتك انت خير من فرجتي انا؟ اعمل اللي تحبه، ما نتنافسش معك، هادي انت ما نتنافسش معك. حتى نكون فرجه جيده، باش نمشوا الى كرسي الشوك؟ شوك؟ هذا باش وديتني. خليني هنا، امشي انت وحدك غادي. هاني وحدي من غادي، كلمني اقعد غادي وكلمني هنا. تو شنو هذا؟ يا خويا شفتوا كيفاش يضيفوا في تونس؟ جايب الضيف يحطك على كرسي الشوكي، وكان ما جيت ضيف وكان جيت متهم تحطني في المقصلة على المشنقة. كرسي الاتهام عنك. يا لطيف يا لطيف، بسم الله.
تفضل عم حسن. بسم الله بسم الله بسم الله. تو تشوف انه مريح جدا الكرسي؟ شو الشوك هو؟ ولا عندك الم الظهر نزيدوا الامراض الخمسه؟ عندي زاد عندي المشاطر كلها والحمد لله. هذا كرسي من الكاكاتيس يا لطيف. انا ما انت يستفزني جدا. نعم. انه الناس تختزل حسن بن عثمان في شرب، حديث عن الشرب فقط. قديش ساهمت انت بتصريحاتك بكلامك في اختزال نفسك في الشيء هذا؟ بارك الله فيك. هذا يا حبيبي على هذا الكرسي الشوكي ماذا ساقول لك؟ اقول لك يا اخي الناس يعني تاخذ منك ما يثيره. الناس يعني معناها في 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 مجتمع يعني يعني تسوده هذه التقوى والناس كل يعني كل مره نسمع في واحد في احد المفكرين التوانسي نعرفه جيدا صاحب ربما قال صرح تصريح في التلفزيون قال يعني بطلت الشراب 81 وانا عملت معه كيسان يعني معناها 2010 هاي قلت كيفاش يا اخي 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 هذا يعني هذا هذا النوع من الـ من الـ من الانفصام من الشخصيات المضروبه. يا اخي انت ممكن تعمل حاجه عاش منها الوقت تعمل فيها ماكش مقتنع بها الوقت تعمل فيها. انا الشعب التونسي مشاكيل اللي انا نحبه ونعطف عليه كتبت له انا كتاب اسمه تونس سكران. فما اللي يشكر بالسلطه فما اللي يشكر بالشراب هذاك اخف انواع السكر فما اللي يشكر بجمالي يظل وحده فاتنه وجميل يظل سكرانه مسكينه يعني تقول بينها وبين نفسها أنا والله أصلح للمعالي أمشي مشيتي وأتيه وتيها. ألا يمكن لله أن يتوب عليك يوم من الأيام؟ تعب علي ربي لبس علي شبيك يا ولدي. ما كنتش تعمل في معصية؟ ما أنيش نعمل في حتى جرام معصية. شنو هي معصية؟ شو عشيت يعني واحد شنو هو معصية؟ معصية ماذا يا حبيب؟ أنا عايش في روحي نشرب في بعض العقاقير الذي تناسب يعني أمراضي تلك اللي كنت تسمي فيها. ولولا تلك العقاقير راني مت ما كلع ودفن. لا 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 خلينا نتفقوا من الأول أنه الشرب صحيا هاني أخطاني من الدين وأخطاني من المجتمع صحيا مضرة للجسم. إيش بين أنت تعرف خير من ربي تي وربي حتى في القرآن الكريم قال أنا فيه منافع وفيه كذا وثم أنا مانيش طبيب هنا اسمعني ثم إذا كان تحب مفتي نو تحب تحدث بلغة الطب الطب يقول لك راهو كميات معقولة إنما نحن يعني نحن مأساة نشربوا كلها هوايش لأنه الشراب في تونس الشراب في تونس كما يمارس شيء يعني خارج المعقول يعني فيه همجية وهو لازم هو لازم يا ودي هذا الشراب يعني هو لازم لشكون لازم؟ في المجتمعات المجتمعات هو لازم ما فماش مجتمع بشري حين يجتمعوا الا وتجد فيه الاشياء هذه يشتمع. هو لازم تو شنو نعرف عليه انا لازم ولا مش لازم فيما يخصني انا اي يلزمني انا لازم وحبيب وخالق للعالم و يعني بالنسبه لي انا نتصور شراب سماوي فيه رحمه لا لا, لا اذا انقطع كبر عليا انت اذا انقطع الشراب ولي نقرا بونا واسكي يتقطع الشراب في شنو شديتونا يا اخي يا اخويا يا اخي يا اخي والله والله مستفز لا مش مستفز انت مستفز هذا شيء تو شوف انت تحكي فيه قبل كده هذا السيد اللي حطتني على كرسي الشوك يحكي يقدمني قبل كده ككاتب تو في تونس الناس كل اللي تقرا شويه مش كان عندنا كاتب كبير اسمه محمود المسعدي سيدي محمود الله يرحمه وينعمه وهو كاتب عظيم كان يشرب البوخة ثم يعني انا خلطت عليه يشرب في الويسكي تو شنو تو بعمره لانه سياقه كان راقي سياقه ثقافي وسياقه الحضاري وسياق دولة الاستقلال كانت عندها قضايا أهم من قضية الشراب ومش الشراب بعمره ما سألوه عن الموضوع هذا أنا حاب يطلعوا لي روح حاب يقتلوني على الموضوع هذا وأنا بصراحة أنا مرتاح مع ربي ومرتاح مع روحي ونحمد ربي ونشكر يا ربي لك الحمد وأنا مشكور وكل ما عملته كاس قاسما بالله يعني أسبح وأصلي ونقول الحمد لله لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى شكون قال قلت لك عملت كاس راهو انتم لا تميزون بين الشراب وهو الشراب وقلناها مره اخرى سيدي محمد طالبي مفكري انا مريده يقول سيدي محمد طالبي هذا مورخ مفكر كبير درس الموضوع يقول الشراب مش حرام شنو هو الحرام؟ هو السكر والسكر حرام
وفي نفس الوقت ممنوع. اش معنى سكران؟ سكران معنى فاقد المدارك، مملوس لك، تمشي دوارك خايف، ولذلك كلامك ماهوش متماسك. انت ما تفقدش المدارك؟ اطلاقا. لانك ذكرت المفكر الكبير محمود المسعدي. ايه. هل يليق يليق حتى ذوقيا انه راجل يميت في قبره الله يرحمه ينام، تجي انت تخوض قدام الناس بانه كان يعقر الخمر، علما وانه هو بحياته ما قال على روحه؟ يا ودي اقرا السده تلقى الصهباء والرهباء والخمور وكذا والتغزل العظيم، لانه محمود المسعدي انسان يعني فكره نير وواسع جدا. من يكتب الله عن الخمر وكان يعرف العربيه الاسلاميه. من يكتب عن الخمر ليس بالضروره يكون ذيق الخمر. كيفاش واحد يحكي على حجم الاديب هذاك الفنان؟ ما هوش فنان، نحي من ذهنك ذلك. لا 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 الفنان نقول لك الفنان تحكي على حاجه يلزمك تدركها تمام الادراكي وتدرك ما هو على منها. لما المعري يحكي على الجنة وعلى هل مشي للجنة؟ المعري يتصورها، المعري يتخيلها. اسمعني عايش وهذيك قوة المبدع. يا إلهي أنت وأنت أنت اليوم اسمع، المعري، المعري العظيم كان أعمى وكان شاعر فريد من نوعه وناقد فريد من نوعه. عشان عايش خويا وكان كان يبصر صاحب بصيرة، مش فقط بصر، كان يبصر ما سيحدث حتى والتوى. هاونا حوا سيدي المعري، هاونا حا رسالة الغفران يعني من الشعبة الأخيرة في الثانوي، هاونا حا بالبكالوريا ارتاحوا. واللي جيتوا أنتم باللغة هذه أصحاب اللغة هذه هاكم ضايقتوا علينا في كل شيء. لا يليق اليوم أنك تحكي على محمود المسعدي وتنعته. كيفاش لانه عيب عليك يعاقر؟ انت عيب عليك، انت عيب عليك تقول لي هكا. عيب عليك، انت عيب عليك، حرام عليك. هذا موضوعي انا، شنو قال لك؟ شنو الموضوع؟ هذا مواضيعي يا اخي، ما نعرفش نحكي. سيدي محمود صاحبي كان صديقي ايضا. هل كان يسعد اليوم لو جاء محمود المسعدي؟ يسعد جدا، حبيبي الوحيد اللي اعطاه انترفيو مرتجل، الوحيد تلت حياته، الوحيد، وهذا منشور في حياتي الثقافيه يا حبيبي. يكون لا فرتي ثقتي بي. قال لك في الحوار هذا انه كان يعاقر الخمر البخاري. يا ودي في الحوار انا، انت تعرف تحدثنا ولي كيفاش قعدنا في الحوار. برمشي اسهل حبيب هميم الله يرحمه ديجا مات، المصور هو صورنا وكذا. يا اخي اختاري حتى لو كنت وحتى ولو احتسيت معه خمرا اخلاقيا لا يجوز. لا يجوز. اوعى بيخرجني يا اخي اكهو اكهو. لا يجوز. كملت الشوك، كملش اشواكك يعني الجارحه. صرحت في شديتو نبطل من مرتي وما بطلش من الشراب. كيفاش صرحت؟ ما قلتش هكا. قلت اذا كان مرتي قالت لي بطل من الشراب، قلت نبطل منها هي، اش دخلها فيا انا في الشراب؟ ما يقول لي بطل الكتيبه، تينا كتيبه والشراب والحياه والامور هذه الكل مع بعض. ومرتي وحياه تحيه الاسلام وتحية المحبة، إنسانة من أرقى ما يمكن، ومد بعمرها ما عندها البؤس هذا، خاطر علاقتنا في مستوى راقي جدا. هي علاش أنت تذكر فيها في هذا الموضع؟ طرح في التلفزيون، ما وقعنا نعمل في الترفيه. يترفه بعيد عن زوجتك؟ يا ودي الرفه بحياتي أنا معروضة لل بعيد عن زوجتك؟ الترفيه. أيدخل أيا زاد خذ لي زوجتي، تزوجها أنت واللي تكلم أنت عبد في بلاصتك، تو عاش بكش يا الأمة هذه. تدبر علي مع زوجي زادة، هذه أحوال خاصة شخص. الأحوال الخاصة اتركها في بيتك، ما تحطهاش في بلاتوية التلفزة. هاي عادي عادي يا أخي، بديت تخنقني بالرسمي وتو جيب لك أسمان تاعي. يا أخو مش معقول يا أخو. أنا لو يا أخويا هالأمة هذه أنا تو نظري نتربش بيها، نقول له يا هدهد. أيها الهدهد، هدهد هو يعني طائر سيدنا سليمان الذي جاء له بقصر بلقيس. أنا في بالي حاب يجيب لي حاجة بها قصر بلقيس، جاب لي يعني كرسي شاوك يعني وشدني غادي صحيح. ها تفضل يا ودي اترك اسماء. أنا مستمتع بالاستماع ليك. نشكي ونبكي للآخرين. أجي بارك الله فيك، بتاعي مش بتاعي، خاطر أنا نشرب بطريقة مخصوصة. ريت نشرب علي؟ ما نحب الشفاف يتقع على شفاه الآخرين. واضح إن شاء الله ما يخلقكش هذا، تقول لي عادي يخلق لي زعاجة من هذا الموضوع. أكهوة أكهوة هذا نروحوا مزيد مزيد. شنو باش تروح؟ برا خليها وبحدي. خلي غادي الكيس؟ إيش بيه؟ نعم تربي. زوجتك تقبلت هذا التصريح؟ زوجتي رفيقة دربي، رفيقة حياتي، أمور الأمريكا لله. كان ما تدخلوش معنا هالنوعية هذه متاع جماعة
هذو جماعة الككتو يعني جماعة الشوك هذا جماعة الشوك أختونا يا أخي خلينا رايدين أنا وزوجتي و33 عام متزوجين. عم حسن شوف خلنا نعتبره أنه الشرب هو ابتلاء كيف نبتلاو به مثالش عين رات وعين ما راتش ما نجهروش به. استنى شو يقول أبو نواس في هذا؟ ما يهمنيش في أبو نواس ماهوش مرجع. أنا ما نجاوب أنت يا أخي خليني نجاوب أنا. يقول أبو نواس أدير علي الكأسة تنكشف البلوى البلوى وتلتذ روحي طيب رائحة الدنيا. الابتلاء هذا وكل إنسان عنده بلوى يا لطيف في الدنيا هذه أما نحن ننسو بلوينا ننسو ابتلاءنا ونحدق في ابتلاء الآخرين وذلك من بؤسنا وسوء تربيتنا وسوء أخلاقنا وسوء وانحطاطنا الحضاري في الحضارة والحضور وهذا الوقت فهمتني ناس هو ما ابتلى به الله لو ظلوا يعني قلبه فيما ابتلى به الآخرين ايش في مشى والله ارتحنا والله انا في بالي مشيت قلت ارتحنا علاش واحد ما يسكتش ما يسترش استر ماذا هذا اللي كان عامل حاجة فاسدة هي حاجة ما لاباس عليا الحمد لله أموري مراقلة مع ربي سبحان الذي لا إله إلا هو قالك. وحده لا شريك له حب يحاسبني سيدة ضيف بلاصة رب تضرب لي على التيارة أنت وغيرك فالح البعض سيعتبرها وقاحة هذه. يا ودي يعتبرني قلت لهم تفرجوا فيا تكجبتي أنت نحاها تحب نحي جملة خلنا نرتاح والله لا يمكن أن أنام كل ليلة إلا بعد أن أسمع نصيباً من القرآن الكريم من فضله تعالى من فضلي نستمتع استمتاعاً شديداً لأنه أنا رجل أشتغل في اللغة واللغة القرآنية لغة معجزية متفوقة وما يعمر لي دماغي حقيقة إلا اللغة القرآنية إذا كان يرضيك هذا معناتها أنت تسمع القرآن كل ليلة كل ليلة خذوا له كل شيطان كل جن يدور لي منا ومنا يا لطيف ايش بيك جاي من ورايا يا اخي انا ما نحبش واحد ولا ظهري هكا مريش تفضل اجي من هنا ايه حبيبي يا هدود ايه معناتها انت القران تسمعه كل ليله الحمد والشكر لك يا رب وحتى وانت وباستمرار وحتى وانت تبدا مثلا مش في كامل قواك العقليه علاه مانيش في كامل قواي العقليه يا ولد انا قلت لك يفتح بصيرتي اما مش تناقض بين من يشرب الخمر ويسمع القران ما فما حتى تناقض ما فما حتى تناقض، أنا عندي ما فما حتى تناقض. ونشيخ وأنا نعرف المقرئين كلهم يعني السعوديين والمصريين وأتذوق درجاتهم وطبقاتهم مختلف أمورهم وأقرأ تفاسير، يعني راهو نحن القرآن. القرآن مش فقط يعني معناها أسمعه للاستمتاع فقط، أسمعه للمعرفة لكي أتعرف على الأشياء، لأن القرآن الكريم هو لبه يعني لب الكتابة اللي تحرك وجوده. ألم ينهاك القرآن الكريم على أي من المعاصي؟ يا ودي قلت لك مراجل أنا والله العظيم نحمد ربي أنا في مرحلة عليا الله مصلي عن النبي. نهار آخر لو تقابل ربي معناتها؟ أنا نقابل ربي إن شاء الله نقابل ربي ونحب نقابل ربي وإن شاء الله ربي يعني وقت اللي يستدعانا يعطينا حسن الختام ويرفعنا، أما نحبش نقابل أنواعك أنت هؤلاء اللي شادين في بلاصة ربي هذول وذول يحاسبوا فيك ويفدوك ولا وضع اما نقابل ربي حتى تونا انا في كل لحظه اقرا حساب الموت كل لحظه كل لحظه انا اعيش دائما في رفقته تعالى قسما بالله وحين تتردد انفاسي تتردد بذكر اسمه تعالى ما عنديش مشكله يا اخي ما عنديش شو تقول له ربي يا ربي يا رحمن يا رحيم ارحمنا بجاهك وبجاه نبيك المصطفى عليه الصلاه والسلام اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واوحي فلا تعدل فقره اخرى هذه كان معناها مازلت انت ناوي تزيد يعني تغرس فيها برشا اشواك اخرين اقعد ظل هناك ما تعدى يا اخي يا هذا فيسا يا اخي انت ما تعديت انت بين البنين مع الصديق حسام بن عثمان سهلة اللعبة متاعنا اللعبة متاعنا أنك نسألك أنا سؤال نحطك ما بين زوج وضعية صعب أنت تختار ألطف حاجة خايبة بعد ما نكمل ننزل بعد ما تجاوب أنت تنزل وأنا هكا هو هكا القانون
أنا قانون هذا إيش كنت حمورابي؟ أنا قانون يا أخي، قديش عندكم قوانين في البيت؟ تفضل. آه يا سيدي، آه. حسان بن عثمان تكتب كتاب محتواه متوسط أو هزيل لكنه يلقى رواج كبير عند الناس وشهرة كبيرة، وإلا تكتب كتاب غاية في العمق والروعة لكن يتباعوا منه عدد قليلة من النسخ. إذن أنا أختار أن أكتب حتى ما يقرأني حد، وهذه لأنها مسألة وربما بعدي أنا. صحيت. نسيتها واحدة أخرى؟ لا واحدة برك. نشط برنامج وحدك. إيه. ما يعملش نسبة مشاهدة. إيه. وإلا كرونيكور في برنامج متشاف برشا. تو عامل برنامج يعني ما يتشافش، عم تفرج فيه وحدي. ما يجيش. ميخ ما عاش. واحدة برك. أنا حبيت نكسرها، عملت لها ضربتين في المش ما تفسد وتنتهي اللعبة. أما خير. نعيشوا في عهد الثورة وما بعد الثورة بكل السلبيات اللي موجودة، وإلا نعيشوا في نظام بن علي بكل سلبيات نظام بن علي. لا إجابة. خواف. ليش خواف؟ جبان. مبرمش مثلا شو صرف؟ ما نجاوبش يا اخي على الاسئله هذه، خاطر الشارع ما اللي كنا نعيش معناه كنا جيب لو تتحط، لو عندك الخيار. شنو؟ اضرب انت. ها من امريكا. هاي جيب. ما نجاوبش، دبر علي. ما نجاوبش، ما نجاوبش. خواف. خواف يا حبيبي، انا اخاف من ربي سبحانه وأخاف من نفسي أيضا، الأمارة بالسوء. كنت عاود تعرس. أه. تاخذ امرأة غاية في الجمال وبلا شخصية، ولا امرأة متوسطة الجمال ذات شخصية قوية؟ أنا كنت عاود نعرس بالسيدة اللي عندي توفقت لغاية. أعطيتك وضعية. شنو هي وضعية؟ فرضية. أه. انسى اللي أنت متزوجة. غاية في الجمال وبلا شخصية، ولا متوسطة الجمال وذات شخصية؟ أنا قلت لك أنا شو هذا؟ أنا أخاف الذرية. لا يا أخي، أنا أخذها يعني أمورها مريقلة معايا والسلام عليك. جمال أنجلينا جولي، تينا أنجلينا جولي مع صحة مثلا، ما قلقنيش. شنو هي مفرطة الجمال؟ الجمال هذا يندثر وبندثر. أنت لازم تجاوب عم حسين. أنا قلت لك يا أخي. مش قاعد تجاوب. جاوبتك. ما جاوبتنيش. ما قلت لك إذا كان ما جاوبتك جاوب أنت في بلاصتك. ما نجاوبش. عايت الواحد من جمهور، بالله عاونوني على هذا العفريت. ايش تحب؟ متوسطة الجمال بشخصية قوية، فائقة الجمال بشخصية ضعيفة أو من منع. ما أخش فائقة الجمال بشخصية ضعيفة. فوالا، متوسطة الجمال بشخصية. مرحبا به. انزل. هل تفضل أنك تكون طيب وتعمل الخير مع الناس وميراوش به، ولا شرير سعيد مع نفسك وما يقربك حتى حد؟ يا اخوي انا نحب نكون طيب، انا نحب نكون طيب ونحب نكون نافع ونكون يعني ونكون يعني خفيف على قلوب الاخرين. هي رحله صغيره في الحياه ستمر ونحن ضيوف فيها، ولذا انا نحب العمل الخير الحقيقه الحقيقه، نحب عمل الخير حتى لو كان الناس ما تشوفش. ما يهمنيش، ما يهمنيش في الناس، ما تعنيش الناس، انا نعمل اللي يرضيني انا. به جاوبني وكذا. حسان بن عثمان. أه. تحب تكون محبوب من النساء الكل. أه. لكن مكروه من الرجال. أه. وإلا محبوب من الرجال مكروه من النساء. عاد نفضل النساء خير. أنا نحب محبوب من النساء. إيش به؟ النساء فما خير. النساء هم أمهاتنا وحبيبتنا وأمورنا كلها مع النساء. واحد يحب يعمل مشكلة مع النساء يطردوها من الدنيا يمشي. تعيش في المهجر وتتدفن في بلادك، ولا تعيش في بلادك وتتدفن في المهجر؟ أخوي نحب نعيش في بلادي وأدفن هنا. لا ما فهميش. علي شنو؟ كيفاش؟ علاش ما فهميش؟ شنو هو السؤال؟ تعيش في المهجر. إيه؟ وتتدفن في تونس. إيه؟ وإلا تعيش في تونس وتتدفن في المهجر؟ عيش في تونس ما تجيش لبنان. تو أنا مت في تونس حاب يهزوني، حاب يستوردوني للمان وللإنجليز باش يقولوا جيب الجثة العظيمة دفناها هنا. تشنيا تشنيا أسئلة حمقى هذه. يا سلام عليك، هذا ما نجاوبش عليه. ما نجاوبش عليه لأنه ما فيش إجابة. نحب نعيش هنا ونموت هنا إن شاء الله بالستر إن شاء الله، وبطقوس الموت إن شاء الله، ويقرأ على رأس القرآن ونظل أنا ميت وشيخ بالقرآن زاد لعلمك الشخصي.
اوكي كيف السؤال؟ ونحب يعني بعد ما نموت يفما كسي بالعلوش وكذا والمقريه وياكلوا الناس المقريه والجنازه تكون حقيقه الجنازه. كان لازم يصورها بالفيديو. وبالطبيل؟ ايه يعجبه. وبالذكرى؟ والله العظيم هذا اللي شيخ. تمرت هاش شسمه هذيك الصبيعة كيفاش دفناها؟ شوف ايش بيه يا اخي نحتفل والموت هذا حق حق. فما انسان يعني يرفض الحق ما فماش. على كل فرح اول قلت لك يعني اخف الاضرار اذا نتفن في تونس. تحب نعيش لبرا نعيش لبرا. حب يطردني من تو فدوا مني الامه هذه. انسان شجاع وغبي والا جبان وذكي؟ نحب الذكاء. انا نحب الذكاء. الشجاعه الغبيه انا ساعات عندي رحم خضيره ساعات نعمل شجاعه كي تتعارك مرتك مع أمك مع شكون تجي؟ كيف يبداو زوز غالطين؟ أنا مع أم مع الوالدة الحقيقة. ما فيش كلام مع الوالدة يا حبيبي. شنو؟ تحب أمي يعني تنكر فيا تقول لي حليبي حرام عليك؟ ما نجمهاش هذي. وبارك الله في المرأة متفاهمة الحقيقة. إيش بيه؟ هبطت تدوينة نهار 5 أكتوبر. 5 أكتوبر تبارك فيها البرهان بسيس على برنامج جديد بالعمارة. 5 اكتوبر هو ايه به. وقلت ابارك كل نجاح لصاحبي برهان بسيس في مهمه التنشيط التلفزي في حصه ترفيهيه لا علاقه لها بالاعلام الجاد وتمحيص الامور وعلاقتها بالتنشيط ونسب المشاهده فقط لا غير. هل تعتبر انه برهان بسيس انخرط في موجه الاعلام الترفيهي؟ انا نعتبر انه يخدموا في التلفزيون كله بمختلف يعني معنى تعبيراتهم ونوعيه برامجهم. يعزوا بي يعزوا بي. يعني العمل التلفزيوني هذا عمل خطير وشاق ودقيق ومش متيسر للاخرين ومش للجميع. عنده طبيعه خاصه. ولذا انا كي نتعاطف مع برهان يعني كي نتعاطف مع روحي. لكنك تسخر من هنا. والله لا والله لا مسكين ساعات تو برهان ما لانه ما نحن انا ماني قريب من برهان. اكل اللي يتصور روحه وحب يستعمل التلفزه أداة لنشر ثقافة ما. وهو الآن في الأخير سينتهي يعني حصة ترفيهية. وأنا يعني أصدقائي عندي أصدقاء معه في الحصة تلك. ولذا نتعاطف معهم الحقيقة. هل تعتبر أن حصة برهان بسيس حصة جدية؟ يعني هو ما هو برهان. هل تعتبر تنجم تجاوب على أسئلة؟ لا لا ما تنجمش تكون جدية. في ساعات أشياء جدية حمقاء يعملها. مثلا يجيب تشي جيفار. وجيب كذا تشنية تشي جيفارا في تونس بالله بجا ربي يحترموا رواحكم. يعني انا نقول الانسان لا يتخلص من ثقافته الاوليات نتاع ثقافته واللي يعانق يعني ثقافه الاخرين. واللي يجيب السحر يعني بطريقه كما تطرح في البرامج الاخرى ويجيب اشياء من هذا الكركوزيات مثلا ما هو ما يجيبش يتقنها. في ناس اخرين تتقنها خير منه برقدا برقدا. زج به برهان في هذا الخط؟ يا اخي مش زوج به هذا هو. ما اذا كان حاب تخدم انت في نطاق معين هو نطاق عنده منطقه عنده سوقه عنده احكامه عنده معايير وعنده متطلبات. سمير العقرب يحسن ولا غيره الكلكم مرتزقه. المهم الشهريه تجيهم والانترنت يخلص. سمير العقرب ما يخدمش في التلفزيون فنان على روحه ولا يعاني في فنه وربي معاه ان شاء الله وربي يخرجنا جميعا سلامات. قال عليك مرتزق؟ اي قعدش به سمير ما عنده تعابيره يعني اللي تخصه. أنا ما شنو قلت لك إذا كان المرتزق يعني يبحث عن رزقه. نحن علاقتنا باللغة علاقة سيئة بهيمة، علاقة بهيمة، كيما يقول لك مأجور، وش باه واحد يبحث عن رزقه وش به؟ وش به؟ المرتزقة اللي يحكي عليهم سمير واللي غيري، هذول يبيعوا حياتهم. المرتزقة هي عند الجيوش وعند الميليشيات الكبرى اللي يمشي يقتل أو يتقتل باش يصور معي شو. أنا ما وصلتش لهذا الحمد لله. أنا الحمد لله مانيش بهذا في هذه الوضعية. هذا اللي أشار سامي العقل أموره شيء شيء على اللي يحب. كان ينجم يستعمل العبارات ألطف. يا سو شكون قال لك هو خاموس في اللغة باش يعرف ينتقي العبارات؟ خاموس في اللغة سمير العقل. أمورك أنت وسمير يا أخي أموركم. خاموس في اللغة يا أخويا. وعرفت الشخص اللي إيه صدق الله العظيم مدام قال سمير العقل لأنه صاحبي أخويا. إذا صدق الله العظيم انتهى الموضوع. لحقها من بعد المهم الشهرية تجيهم. فأنت مرتزق؟ أنا عندي الحمد لله شهرية. ما نعرفش هو وضعيته شنو الحقيقة. أما أنا عندي وضعية إذا كان تسمي شهريتي وأجري يعني الشهري أو أجري الأسبوعي. خانه التعبير سمير؟
قلت كبور ما يتصرف ربما يعني يريد أن يعرض به، يريد أن يصار معي كلمات لها أنياب نابية نابية، ما يزنيش الشك متاعك هون نلقى حتى من صحابي معناه من يعرض له به. فاز صحابك أنت مدين له؟ مدين له صاحبي مدين له يوم 14 جانفي هو اللي هربك بارك الله في سيادته بعد تصريحك الشهير بن علي ميت. ما فيش كلام لن أنسى هو اللي هربك. ما فيش كلام ما فيش كلام بارك الله في خويا سمير في هذا الدور الخطير. حسن بن عثمان ديك المزابل الثقافية. وي وي صحيت يا أخي. ها قال صاحبي وخويا وعزيزي سليم دولة سليم دولة مو معناها قال ديك المزابل الثقافية هو ما نعرفش عاد سليم ما عنده طلعات. سليم عنده سليم ينحت مصطلحات فلسفية هو فيلسوف ومن سليم تعلمنا الفلسفة. أنا ما خليش في المعاهد، أنا خليت عند ناس كبارات مبرزين معلمية المعلمية بالأسماء كل أبرز واحد في تونس في مجال معينة إلا ودرست عنده أو زملته أو رافقته أو صحبنا وأخذت منه ما يكفيني من المعارف. هنا سبره سمير مستحيل سليم لا سم تعرفش معناه تقتيته من الفضل يا ودي. هو قال ديك تعرفش معناه ديك هو الذي يؤذن للفجر. ديك عنده مقام سامي في السياقات. أما ديك المزابل إيه باي مزبلة. نحن نشوف في مزبلة هذه شنو تشوف فيها أنت تمام مزيابل يا أخي مزيابل. ماذا نرى نحن أنا في النفايات يا حباب. ديك المزابل يقتاته من المزابل يا أخوي. الحمد لله ديك ونأذن بالقدي ومسرح ولا بس عليه الحمد لله يا رب. لو ما كنتش تخدم في الإعلام وتكتب الكتب سؤلت قلت نكون رقاصة. هي محب أنا أفدلك وعاد خاطر أنا ما عندي صوت يعني ما نجمش نغني لأنه الحمد لله. وما عندكش حزام باش نجم تشتح؟ وما عنديش حزام. عندي ساعات وما مخبيها الحزام بتاعي. نحب نخبي حزامي يا أخي. لا لو نطلب من الفرقة أنها تعرف. لا 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 تطلب من الفرقة لا تطلب من حتى حد يهدي. ألا يحركك صوت الطبل؟ شيخ وحدي. معناتها لو أنا الفرقة اليوم تعزف إيقاعا معين أنت تحبه هل ما تعرفش؟ أولا نحترم الفرقة وجماعة صحابي في الفرقة. ما يعرفوش يعزف. لا مش بالعكس معلمية كلهم معلمية. على أي أنا ما عندي ما يعني على أي قلت لك عزامي نخبي فيه على وكان يعني نعمل نابت نركز لك تو تتخذ يعني خلي تتخذ. لا ما نحبش خلي تتخذ. خلي الأمور الفتنة ناعمة وخليه يعني كذا. على أي إيقاع يتمايل حسن بن عثمان؟ على إيقاع الزانة. الزانة تعرفها الزانة؟ الزانة اللي يقفز بها هذاك هو إيقاع. نطلع للسماك إذا نرقص شاي مثلا شعبي والله خاف من أن حزامك يتمايل؟ ماني قلت لك ما نحبش نعمل الإغراع. كنت تعرف محمود درويش معرفة شخصية؟ حبيبي الله يرحمه ونعم. كنت تقدم له في القهوة؟ حبيبي محمود درويش كاتب كتاب على القهوة ساعة أولا. أنت كنت مهمتك تقدم له القهوة؟ أنا كان من حظي الكبير أن أقدم محمود درويش القهوة لأنه محمود درويش لم هو شاعر فلسطين الكبير يعني كبير يذكرنا أبو الطيب المتنبي وبالشعراء الكبار كبير كبير الله يرحمه وينعم. ما يشربش القهوة من أي من أي إنسان راه إلا حين يكون إنسان له مواصفات معينة. هو كان في الجامعة العربية ساعتها مستشار لدى الأستاذ الشادي القريبي الله يرحمه أيضا. وانا كنت يعني معناها كنت مره الاخرى حدثت كنت عامل في الاسانسير هكا ولا اي كنت شاوش عاون استقبال قلت لك شاوش ترقيت كي وليت شاوش. معناها انا كانت علاقتي مباشره بالشادلي وبكبار القوم كبار القوم تعرف معناها هذا وكبار القوم يعني من التوانسه والعرب وغيرهم ومن فضل ربي تلك المرحله ذيك تعلمت فيها ما لا يخطر على البال. ومن بعد إيه؟ وليت رئيس تحرير انت إيه؟ الحياة الثقافية ايش بيه
وتقابلتوا مع بعضكم مع محمود درويش؟ هل يعرف انه اللي السيد اللي قدامه هذا الصحفي الكبير وقتها هو ذلك الفتى الصغير اللي كان يتابع القهوه ويجيب حبيبي؟ ما انقطعتش علاقتنا الحقيقه، ما انقطعتش، قعدنا اكثر من مره يعني، وقعدنا بقعدات متنوعه مش فقط مع ولد احمد وكذا يعني، كان صاحبي وحبيبي. وانا هو شاعر، هو كان علاقته قلقه بالشعراء، شعراء ما نحبش نذكر لك اسماء شعراء في تونس لانه اختار منهم. كانت علاقته جيده مع ولد احمد، يحب ولد احمد لان ولد احمد كانه يشبه له، عنده روح تشبه روح شعريه، تشبه روح محمود درويش، ويستلطف ولد احمد بالقدا بالقدا. ورغم اللي وقعت تحسيل وحكايات هذه نتاع الساحه قديمه، فك عليا منها. محمود درويش قبل جائزه السابع من نوفمبر من يدري بن علي. ولد احمد كان متغشش برشا ومتخلق وطاير، طالت له من الحكايه الكل هذه. محمود درويش راهو في مستوى جائزه نوبل، راه معناها خذا جائزه بن علي لتشريف للنظام التونسي وتشريف لبن علي، ما لا يعرفه المغفلون والحمقى. عملت له سفاره الفلسطينيه في تونس عشاء حاضر، انا ما حضرتش فيها، حاضرين فيه مثل نصير الشامه سفير وكذاب، محمود درويش واخرين. ولد احمد، ولد احمد مو مزعج يعني كيفاش الشاعر الفلسطيني ياخذ جائزه الرئيس وهو حسين. رحم الله ولد احمد، ولد احمد كان عفيف ونظيف وخارق العاد. حسين يبدو ذكر محمود درويش بكلمه نابيه. ايه ذكر محمود هو على سبيل يعني كلمه نحن نقولها في تونس، نقولها للتحبب. محمود درويش عنده العفه والشرف والامور هذه لا يمكن البيع والشراء فيها. هاي قالوا كان جيت في لبنان واحد يقول لي الكلمه هذه يعني اتخه اميته اقتله. معناتها محمود درويش قال له كان نقابل، مش نقابل هم بعدي قاعدين اي معناتها كان قال هالي في لبنان راني نضربه بالكرتون. كان قال هالي واحد في لبنان وانا في لبنان في جلسه من هذا القبيل يجي يقول لي يا ابن كذا. يا قلت لما ما قلت ليش تعرف محمود درويش كان ينتمي لمنظمه التحرير الفلسطينيه وما ادراك، ومقامه رفيع وغالي، عينين ياسر عرفات. تعرف ان محمود درويش هو الذي كتب معناها او ساهم في كتاب اعلان الجزائر او كتابه الدستور الجديد الفلسطيني واوسلو وكل الامور هذيك. ما هذا رجل مش كلام، راه مش عارف كما نحن نحتقر الشعراء. محمود درويش كان كما كل الشعراء متاع بكريه، عنترة، متنبي، كذا، يعني ناس يعني مرجعيات كبرى في أقوامهم، مش كما توا يعني ما تطيح خضر سيب على بعض. به؟ كملنا. يا بارك الله فرحت، أنا يلزمني نبوسك على هذا هذا خبر جميل هذا هو. يا سيدي ربي يبارك فيكم، هذول لحظة. شنو؟ أنا كملنا كملنا الحوار. إيه مازلت مدام تارو. مدام شكون؟ تارو. شنو هذه مدام تارو؟ خليقة ولا شنو؟ اقعد يا هادي يا هادي الله يخليك. والله مدام تارو نمشيو. شكون مدام تارو؟ هذه امرأة. نعرف مدام دانيال الله يرحمها. الله يرحمها، هذه امرأة حية. باش تعمل معاك فقرة. مدام تارو متاعنا هذيك، هي مش خليها تدخل. باهي مدام تارو. حب وسلام ومرحبا بيك سي حسن. يا اهلا وسهلا. اشرقت الانوار. يا اخي بحضوركم الجميل المشرف. شكرا. احنا توا باش تركز طاقتك معايا. طاقتي استنفذتها معك. لا عاد احنا باش نشحنوها توا. اشحنها عاد. هاني باش نشحنها توا. ركز عاد معايا يا برج الدلو ويا برج الحلو، وانا باش نشوف لك بالتارو هذايا على الطاقة. كي تتغزلي بيا، ما نحبش تكون تغزل بيا يعني. انا هيك تغزلي بيا برج. كيفاش الحسن اسمك احسن وما نتغزلوش بيك؟ مش عادي. هذه لطيفه، هذه امراه لطيفه. مش عادي والله العظيم. باش ومين الاسم هذا جابوه لك؟ مدام شنو؟ مدام تارو. تارو الطريق الملكي للحكمه، وانا بحكم اني قاريه تارو اللي هو تاغولوجي علم طاقه. باش نركز طاقتك هنا، ركز معايا ربي يفضلك. تعملي علم التارو. هاي انا اعمل علم التارو. ميلا
وبالتارو هذايا نجمو نشوفوا حاجات ونكشفوا حاجات ونسميه باسم الله وباش تعطيني على حروف اسمك كل من حرف اسمك بطاقة تحب أنت تسحب ولا أنا نسحب؟ والله أنا عندي ثقة فيك يا مريم. ميلا خلنا نسحب. ميلا حا سين ونون هذوما هما ثلاثة حروف هكا ولا ليه؟ هكا؟ أيوا هذايا باش ندعموا السحب نتاعنا باش نجدوا ثلاثة بطاقات أخرين من البطاقات هذوما وأنا باش ننوي على الطاقة العامة والرئيسية نتاعك وهذه بطاقة حابت تخرج وقت اللي بطاقة تتنثور في التارو هي البطاقة اللي باش تأدي لنا الرسالة دونك هذيك طاقتك أنت الآن ورسالة التارو ليك أقرأ هاونا رانا ذي دو هي ملكة الماء هذاك الماء اللي باش تغرق فيه تشرب فيه باش تغرق فيه رد بالك شنو هو نغرق فيه؟ الماء اللي تشرب فيه الماء اللي مش طبيعي الماء الغازي باش تغرق فيه معناها بس صلى على محمد عليه يعني شنو هربش من هذه جيت للترو للترو هذاك الترو ينطح هاكا خرج لك المياه الغير طبيعية اللي تستعمل فيها باش تغرق فيها بدأت علاقتنا تسوء يا مدرسة والله كوني على يقين تفضل هي شكرا سيدي هنا قال لك المرحلة هذه مرحلة جميلة وأنت برج الدلو اللي يحب بدون شروط ويعطي بدون قيود ومتحرر بدون حدود لكن الحدود الفترة هذه لازمك ترد بالك خاطر جيتك لي زيبروف دو لا في معناها قد تكون اسم الله عليك بالله إن شاء الله لا شنو هذا يا طريق الشوك هذاك اللي كنت عليه كرسي الشوك وهذا يا طريق الشوك وعليه رد بال حسني لغتك معي هذه هذه طاقه مش انا نحسن لغتي فما برشا ناس باش يعملوا لك مشاكل واكثر مشكله باش تصير اي حاول باش يضربوا لي باش تتكلم مدام كتورو ما هو هاني نبه فيك تهري بيهم الناس ما تنبهنيش تهري بيهم انت انا تهري بيهم عطيتني توكيلة عطيتك توكيلة باهي مالا هذوما الناس باش يقلقوك وباش تقف على يد حاكم وفما قضية وفما برشا مشاكل وهنا شبه في راسك يا مدام تورو ان شاء الله ان شاء الله هذا لوغوتوغ رد بالك ترجع للصنيع الماضي عندك حاجات عوائد وحاجات ماهيش باهية دونك لازم تنتبه لها وممكن ياسر قضية بسبب تراشق بكلام ولا حاجة كيما هكا حرام إذا كان حاب يعملوا لي قضية واحدة هو من أجل يعني ربما يعني نعمل معك حاجة خايب أنت تو مالش يا أخي حسني لوغتك هاي النار شاعلة حواليك شنو هاي؟ ما هذوما ناس صحابهم أصحابك باش يتقلبوا عليك ما عندك أصحاب الجملة يا عجبي ولسانك ماكش تضبط فيه الحمد لله أموري قهو وهنا هذايا ملكة الماء هي صحيا ممكن تجيك وعكة صحية ولا مشكلة صحية اسم الله عليك هذه من نبوءاتها أو تفرساتها مو على خاطر برج الدلو فيه زحل هو نحس أعوذ بالله يعني عندك فترة نحس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتباعه وجنوده دلو زحل يا ودي دلو زحل والجماعة كله كوانتا وأمور ما تعنيني شيء دلو زحل ما الترة دي عملوها لنا هربت من القطرة جيت تحت الميجاب وجيب عندك سؤال لا عندي سؤال أي أنا سؤالي الوحيد أنا نسأل الله والسؤال لغير الله ما دل مش لسيادتك وبصراحة بس نولي نحامي عليك كيف ما تحاميش علي قيلي لي انت بركة وبعد لي هذه الامور يا اخي من الامور بدلي لي كارتة هاي بدل علينا يقلب علينا الطف نشكرك يا مدام تارو شكرا سام بن عثمان حبيبي شكرا الله ينورك يا وفت وفت يا بيه. باب بيه. مدام لكن على كل حال بركة الله فيك وسلم لك كلمة الختام عم حسن شكون تحب تشكر؟ ربي يفضلك، أنا نحب أخوي أمين عيط الكاميرا نتاعو أمين قارة حبيبي يا أخوي وبارك الله في سيادته قاعد يعني نتبع فيه وأنا معه في الحصة ومعجب بسيادتي على قدرتي على السيطرة ساعات نعيط مون جنرال من فرط صرامتي وانضباطي في الوقت وقدرتي على تسيير حصتي ما عندوش فويت بالكل وجماعة اللي معايا ميغال توم دقيقة هذا سلام شكرا جزيلا لك حسن بن عثمان نخليك بالتوفيق ربي يخليك ميرسي بوكو الجوائز والافراح ما توفاش على قناه الحوار التونسي تجيب حذانا هي سعيده حظ ربحت 100 مليون مع قناه الحوار التونسي اسمها حكمه فرياني تحيه كبيره لحكمه مرحبا
ألف مبروك. عايشك يبارك فيك. حكمت. حيشك. قبل كل شيء كيفاش عشت هالمغامرة هذه؟ إحساس غريب برشا، ما كنتش مصدقة المرة الأولى، فرحت برشا على الأخر، حاجة ما كنتش نحلم بها بصراحة، الحمد لله الحمد لله. باهي، حكمة أنت أصيلة أي منطقة؟ قفصة. من قفصة جيتنا؟ أي مدينة قفصة. من مدينة قفصة، شنو تعمل في الدنيا؟ متخرجة ما مازلت ما نخدمش. باهي، دونك في الدنيا مزهرة ولا ليه؟ من نوع تمشي تلقى 10,000 من نوع؟ أي مزهرة مزهرة. مزهرة. للحظة وانت تبعث في اس ام اس قلت انا باش نربح ال 100 مليون، ال 100 مليون شبيته عندي في قفصه. خممت ديما ديما نبعث على الحق في المسابقات الكل، كنت متاكده اللي لازم باش تخطف والحمد لله خطفت. هذيك الليله هذيك كيفاش عشتها؟ مش عاديه، فرحانه برشا وما رقدتش الصباح، بقيت نخمم وما صدقتش في الاول والحمد لله. 100 مليون بلاصتهم بدات تضاح قدامك بالوقت؟ اي شوي شوي، كل مره تجيني فكره ونبدل و... احكي لي احكي لي، مادام جبت لك ال 100 مليون نتاعك احكي لي اش باش تعمل بهم ال 100 مليون؟ مازلت نخمم، مره كل مره نقول حاجه مازال مش واضحه، ممكن بروجي ما نعرفش. فين فين مجال؟ مجال الرياضه. مجال الرياضه. عايش 100,000 دينار من نصيب حكمة فرياني. قداش بعثت من اس ام اس؟ برشا برشا ما نتفكرش. شوف وانت حكمت مزهره وتنجم تكون مزهره اكثر، تنجم زاده تبعث للكرهبه والناس اللي يتفرجوا فيك ينجموا ياخذوا التليفونات نتاعهم. احنا الربح ما يوفاش عنا راهو كيما حكمه، تنجم انت تربح السياره جولف ويت، تبعث حرف A على الرقم 85811 وان شاء الله حظ سعيد. دونك حكمة شنو تقول للناس توا اللي شادين تليفوناتهم؟ لا نشجعهم، ابعثوا ابعثوا، ما تحبسوش ما تأيسوش، ديما ابعثوا وين تتفاضوا ابعثوا. ان شاء الله مبروك حكمة 100 مليون. شكرا لك.